هذه السائلة من الرياض فضيلة الشيخ تقول أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ صالح فوزان حفظه الله. تسأل حكم نتف الأنف حيث يوجد به شعيرات صغيرة وكأنها حبيبات سوداء. لا بأس به، يعني من داخل الأنف ولا من خارج؟ من داخل الأنف. من داخل الأنف لا بأس، إذا كانت تتأذى بهذا الشعر فإنها لا بأس أن تزيله إزالة للأذى. نعم.